من التلفزة الوطنية مشاهدينا في كل مكان، صحة شربتكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وإليكم العناوين. جهود مكثفة لمحاصرة المحروقات المتسربة من السفينة إكسلو المنكوبة قرب سواحل جابس. وزيرة البيئة تكشف عن برنامج تدخل متكامل لتجنب التلوث البحري. حركية كبرى في ليالي رمضان ميزتها شراء ملابس العيد وسط شكاوى وتذمر من غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية. ردود فعل عربية ودولية مستنكرة للتصعيد الخطير في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوات للتهدئة وضبط النفس. أهلا بكم مجددا. نبدأ النشرة بمستجدات حادث غرق سفينة الشحن التجارية الحاملة لراية غينيا الاستوائية على مستوى خليج جابس. وفي إطار تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل، تحولت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى جابس، حيث أشرفت مع وزير النقل والمعتمد الأول على جلسة العمل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفادي حصول كارثة بيئية جراء هذا الحادث. وللغرض نفسه عقدت اللجنة الوطنية للتدخل العاجل جلسة بمقر وزارة البيئة للمتابعة الحينية لحادث غرق سفينة الشحن، كما دعا صندوق العالمي للطبيعة عبر مكتب شمال إفريقيا بتونس إلى تحيين المعطيات بخصوص التسربات الناجمة عن غرق سفينة الشحن التجارية بصفة فورية وضمان إعلام البحارة ومستغلي المجال البحري بكل المستجدات. جهود مكثفة تبذلها السلطات التونسية منذ الأمس للحيلولة دون تسرب 750 طنا من الغازوال كانت على متن سفينة شحن تجارية انطلقت في رحلتها من ميناء دمياط بجمهورية مصر باتجاه مالطا، إلا أنها غرقت في سواحل مدينة جابس بسبب رداءة الأحوال الجوية. السفينة كانت في الحقيقة هي سفينة عابرة للسواحل التونسية، يعني حاملة لعلم غينيا الاستوائية، ولكن كانت في طور العبور، يعني العبور من السواحل التونسية، ليست لها وجهة أو انطلاق من ميناء تونسي. تو بعد إنقاذ معناها طاقم السفينة هذه سيتم استماع إليهم ويتم استكمال التحقيقات، ومن ثم سيتم الإعلان عليها. احنا على مستوى وزارة النقل سيتم تحديد المسؤوليات، وإثر ذلك معناها بالطبيعة سيتم تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية النافذة بالطبيعة والتأمين البحري وكل معنى الإجراءات القانونية المستوجبة. ولكن احنا توا ماناش في مرحلة القانونية، احنا في مرحلة الفنية التقنية اللي الهدف الأساسي منها هو التوقي لا قدر الله من تسربات. إن شاء الله ما تصيرش الكارثة، خاطر كان تسرب نتاع الغازوال مش يقع في البحر مش تزيد كارثة على كارثة. اليوم كنا نعانوا في الفوسفوجيبس والغازوال، وكما نعرفوا معناها كل حاجة عندها تأثير على البيوديفرسيتي، على التنوع البيولوجي، على نوعية المياه، على الحياة في خليج جابس، على نوعية الأسماك، على حتى على المصطافين مرة أخرى معناها والسباحة في بحر جابس. إن شاء الله الوضعية ما تتطورش أكثر. المساعي انطلقت منذ البارحة حيث تم إنقاذ طاقم السفينة كخطوة أولى، ثم تطويق المكان لمنع تسرب الغازوال. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه وقع تسخير كافة الوسائل المتاحة للقيام بعملية الشفط، كما لم تستبعد الاستعانة بجهات دولية لاحتواء الكارثة. من الناحية الفنية التسرب مش قوي برشا، معناتها تحت السيطرة إلى حد الآن، ونستناو في الأوضاع المناخية تتحسن باش نجم نواصلوا في عملية الإنقاذ وعملية البومباج، سورتو عملية الشفط اللي هي باش تعمل الاسبيراسيون تاع المازو اللي موجود في الكارغيزون والباقي كذلك. ما نجموش نقولوا أزمة، لأنه والحمد لله ما وصلناش لتسربات إلى غاية اللحظة هذه. تم تطويق المكان باش إذا كان لا قدر الله تم تسريب تم السيطرة على المادة اللي باش تتسرب. الإخوة في الجيش الوطني مشكورين، فما طاقم كامل من الغواصين باش يعاينوا السفينة تحت الماء، شوفوا كيفية التدخل السليم إن شاء الله للاستباق باش إن شاء الله ما تتطورش الوضعية. إلى حد الآن عندنا الوسائل الكفيلة، وإذا كان ما عندناش وهذا كيتعين في الساعات القادمة نجموا نلتجئوا للإعانة الدولية في نطاق الكونفنسيون أو بي آر سي.
التعويذات فيما يخص العمليه هذه بطبيعه ثم لي زاسيورونس اللي باش معناتها نطالبوهم على اساس ما وقع، واكيد معناتها باش تاخذ مجراها القانوني اللازم. وتشير الاخبار الوارده الى وجود سائل يطفو في محيط السفينه يرجح ان يكون من خزانات المحركات. استعدادا لعيد الفطر، تتكثف الحركة التجارية خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وكانت المحلات التجارية قد فتحت أبوابها ليلة أمس لاستقبال حرفائها. كاميرا الأخبار قامت بجولة ورصدت أجواء رمضان الليلية بالعاصمة. في ليلة النصف من شهر رمضان تدب الحركة في الشوارع والمقاهي والمطاعم، وتفتح المحلات التجارية أبوابها لاستقبال الحرفاء. فهذه تبحث عن حذاء العيد لحفيدها، وذاك يرغب في اقتناء مختلف مستلزمات هذه المناسبة قبل فترة تجنبا الاكتظاظ والازدحام. إنها أجواء ليالي رمضان. نعمل دورا نشوف الأسواق، نشوف الأولاد الصبابط والبدريات سوامهم قداش. ولا على بكري، خاطر ما نحبش خاطر اخر وقت تبدا برشا عباد ما تخوش حاجه على راحتك، فهمت؟ الحاجه تفركس عليها ما تلقاهاش. والله هبط اليوم باش تاخذ لهم حوايج العيد، من لبستهم، من صبابتهم، من الاكسسوار نتاعهم، من كل شيء. الاجواء نتاع العيد ونتاع الشراء، وانت عامل جو وتشري وتشوف منا ومنا، الحمد لله يا ربي. بطل بابا لتونس باش نشرو حوايج العيد. والصباط هذا والسروال والمريول. احنا نقضيو شينا حوايج، شيت سباب العيد. أنا مازلنا نفركس. البعض ممن قام بجولة بين محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية لم يخفي تذمره من غلاء أسعارها وعدم تلاؤمها ومقدرته الشرائية المتدنية. أسهم غالية، فهمت؟ والشواء ما ثماش، مش كيما مسانسين شواء تلقى شواء تفرق مع تو تختار حاجه تشوف عليها تقول مثلا تاي ما تلقاهاش. ولا سويم زاده ما نحكي لكش، غاليه شوي، كل شيء زاده الدوبل في كل شيء. خليت جوج بدريات في البنوته، خذيت مريول لمراه كان الاسواق غاليه شويه، اما مازلنا ليله النص مازلنا نستنوا. سني اغلى، شوف حتى سباب السنين ماني اقل واحد شفته طول بغسكي في 60، ماني اقل واحد شفته طول، فهمتني؟ معناها كل عام ضري الميزانيه تزيد ديجا. عملنا تو دوره صغيره في البوتيكات وكل شيء غالي بصراحه، باللي تتحكم في الميزانيه باقي ما تنجمش روحك. نطلب ان شاء الله من وزاره التجاره تحلنا في الاسواق في النص الثاني بتاع رمضان باش نجموا نقدروا ناخذوا حوايج لاولادنا وصغارنا. التجار وأصحاب محلات بيع الملابس والأحذية أكدوا من جهتهم أنهم ينتظرون مثل هذه المناسبة عسى أن تنتعش تجارتهم بعد ركود طويل وفشل موسم التخفيضات الشتوي. الطبيعة استناه في ليلة النص باش فما حركة، ما توا لا خدها ومازلنا مازلت ما تحركتش بالقدا، من هنا يمكن نهار الاثنين تتحرك شوية. حذرنا كل شيء ونستناه في الكليونات. إن شاء الله ننتظر الأيامات الجاية، أيامات العيد إن شاء الله تكون أحسن وكام. ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان تتكثف الحركية التجارية والثقافية لتعيش شوارع العاصمة وفضاءاتها أجواء رمضانية ليلية صاخبة. أما المشهد فهو مختلف في سوق البركة بتونس العاصمة، فالحركية التجارية تبدو على غير العادة، ويعود ذلك حسب مهنيي القطاع إلى غلاء أسعار الذهب ما يعمق أزمة أهل القطاع. باستثناء بعض المرات أو عدد قليل منهم استوقفتهم المنتوجات المعروضة بواجهات محلات بيع الذهب، بدت أنهج سوق البركة للذهب شبه خالية. ركود يعود وفق التجار إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، حيث تجاوز سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 186 دينارا، في حين تجاوز سعر الجرام من الذهب عيار 18 130 دينارا. الحركة كما تشوفها تشوف الحركة ناقصة برشا بارابور للعوام اللي فاتت. بون لي كوز نرجعوا على الغلاء نتاع الذهب، دونك المقدرة الشرائية نتاع المواطن ضعفت برشا بارابور للعوام اللي قبل. زاد الجرام أنا باش من 170 وأنت ماشي حتى ل 200 220 جرام، معناها شكون شي نجم يقدر؟ يتوا خاتم باش تقول لي خاتم نتاع بنية معناها نتاع خطيبة باش تقول لك 500 ألف ورد بالك 500 كي تقول 500 راه مش احنا في العين. من اللي غلا الذهب نقص البيع والشراء في الذهب، فهمتني؟ وزيد زاد اللي يخدموا في البلاكيور واحد وكذا نقصوا على خدمه ضرونا
ضروا شوية المسوق، فهمتني؟ ماشي ويغلي، هو ماشي ويغلى، ماشي ويغلى، ماشي ويغلى. المدة هذه الكريز هذه نتاع الحرب هو اللي أثر فيه. أما هذا عايشين فيه على طول، احنا هذا الشيء عايشين فيه على طول. وكان جاء القانون نتاع الذب يسمعوا، يسمعنا الحاكم، يسمعنا الحاكم ويمشي بكلامنا ويعدل ما بين التاجر والحيرة فيه، نخدموا ببعضنا اليد في اليد، الذهب يهبط. ولذا نطلبوا تحرير الذهب، تحرير الذهب. راهو الذهب قاعد يخرب في البلاد، يشريوا فيه التكسير ويشريوا فيه من تركيا ومن الصين ومن واحد. حركية تجارية أمل تجار البركة أن تنتعش قليلا خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العديد من المناسبات ومنها ما يعرف بالموسم، إلا أن غلاء أسعار الذهب وتراجع المقدرة الشرائية حالت دون المأمول. كان تقبل هذيك يجيو ياخذوا سوليتير ولا وبراسلي ولا فردة نتاع الملاك ليلة النص، توا ما عادش اختي ياخذوا العباد ذهب بهديات برشا، معناها ليلة النص رمضان ما شاء الله، الملح نتاع المراه لازم ياخذوه، الراجل ياخذوا، حتى نخلطوا على القفه نعملوا ناخذوا ذهب، نحطوا مش نوصلوا ناخذوا ذهب حتى ناخذوا الساعة ما ناكلوا. تو الدنيا صعيبة شوي، الدنيا كل شيء غالي، كل شيء ما ثميش، هو إن شاء الله يوكلها ولا باش يجيب لها حتى عشاها. مازال من ذهب تويكا، أش من ذهب وأش من واحد، حتى نلقاو العيشة وحتى نلقاو الواحد، حتى نربي الأولاد. حق الملح والله كتساهل كل خير. لا نعطيها، لا والله نعطيها، تساهل. لا ذهب لا، عندنا مدة. مش وقت شاريين تو. حالة الركود هذه معاناة متواصلة لأهل القطاع منذ سنوات طويلة، عمقها تضاعف أسعار المعدن الأصفر وتراجع المقدرة الشرائية. ومن سوق البركة إلى الجزء العتيق الآخر من مدينة تونس، وتحديدا المدينة العتيقة قلب العاصمة التونسية في شهر رمضان، أين تفوح رائحة رمضان ونفحاته. فللمكان نكهة خاصة، إذ تتكثف الأنشطة الثقافية والحركية التجارية في ليالي الشهر الكريم. حركية خاصة تشهدها أزقة المدينة العتيقة بتونس خلال شهر رمضان، فبين من يتوجه نحو المقاهي وحفلاتها التقليدية، ومن يحبذ القيام بجولة في المحلات التجارية، ومن يأتي لزيارة المعالم التاريخية، تختلف أسباب اختيار المدينة العتيقة وجهة لقضاء السهرة الرمضانية، لكنها تصب كلها في خانة خلق أجواء احتفالية بمناسبة الشهر الكريم وتنشيط المدينة خصوصا من الناحية التجارية. ريحة رمضان فوق دوبل هنا، توسكي ارتيزانال هنا، القهاوي العربي والأجواء العربي متاعنا الكل. والمدينة العتيقة أعز حاجة، احنا شعلنا في تونس، احنا المدينة العربي، ما عندنا حتى شيء هذا. أما الرونق متاعنا متاع رمضان في المدينة العربي ما يكوفوش، جو آخر. شفت جمع الزيتونة، وشفت برشا ناس تمشي وتجيد متعدية، وشفت قهوي. أول مرة جيت لنا محلها، شفت اكتشفت جمع الزيتونة، توش نمشي القهوة فيها جو تونسي، فيها حضرة. ديما يقعد جو المدينة في تونس هو يعني جو خاص، فهمتني؟ عندها شهر موحد ما زيت. ونظرا لما تعرفه المدينة العتيقة من حركية لافتة طوال شهر رمضان، تحاول وزارة السياحة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاستثمار في التوافد الكبير للمواطنين، وذلك عبر تظاهرة تونس وجهتنا التي انطلقت بإضاءة مجموعة من المعالم الأثرية والتراثية. تونس وجهتنا برنامج اللي هو فيه معناتها يضوي المعلم اللي ورانا، معلم باب بحر، ومن بعد فما إضاءة عادية، وفما نهار لحد إن شاء الله عروض ثقافية وموسيقية موجودة، ومعنتها عرض وبيع للمنتوجات التقليدية. تطفئ أزقة المدينة العتيقة بتونس أنوارها في ساعات الليل الأولى طيلة 11 شهرا من العام، قبل أن تتحول في شهر رمضان إلى قبلة الآلاف من الزوار، ما يساهم في الحفاظ على الموروث الوطني ودعم المنتوج السياحي. في أخبار الأحزاب، نظم أنصار الحزب الدستوري الحر من أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقفة احتجاجية لمطالبة الهيئة بإنفاذ القانون، كما أعلنوا البدء في حراك احتجاجي سيختتم بوقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج يوم 15 من مايو القادم.
لم يتخلى هؤلاء عن الشارع منذ تأسيس حزبهم الحزب الدستوري الحر، فإلى جانب إصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية ظل الاحتجاج وسيلتهم لمناهضة مسار ما بعد 25 من جويليار فارت. هذه المرة جاءوا في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبة أعضائها بإنفاذ القانون. احنا اليوم جايين باش نقولوا السي بافون واعضاء الهيئه نتاع الانتخابات، راهو انتوما مطالبين بقانونكم، بالمعايير الفضله الدوليه، بحقوق الانسان، بحق الشعب التونسي، باحترام سياده الشعب التونسي، انكم تطبقوا القانون وانكم تطبقوا المرجع نتاع وجودكم، لانكم انتوما هيئه دستوريه وكل ما تتصرفون فيه وقوانينكم الكل مرجعها الدستور. الوقفة الاحتجاجية التي رفعت فيها شعارات وعلت أثناءها هتافات رافضة لهيئة الانتخابات كانت مناسبة جددت أثناءها رئيسة الحزب الدستوري الحر رفضها لأي حوار وطني، وأكدت حاجة تونس إلى انتخابات سابقة لأوانها. إذن اليوم باش ننقذوا ما يمكن إنقاذه، وباش نخرجوا بأخف الأضرار من هالشهرة هذه اللي عديناهم، اللي هما زادوا دمار على دمار الخوينجية، نمشيوا للانتخابات، الشعب يقول كلمته، البرلمان القادم سيقوم بكل الإصلاحات الضرورية. ليست الوقفة الاحتجاجية سوى منطلقا لحراك احتجاجي مستمر سيتوج بوقفة أمام قصر قرطاج في 15 من مايو القادم، تقول أيضا رئيسة حزب الدستوري الحر. أدانت تونس الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرة انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين واستباحة المقدسات في هذا الشهر المبارك. وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذه الاعتداءات السافرة تعكس مجددا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في عنصريتها وسياساتها التمييزية وضربها عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، ودعت مجددا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب. وأكدت تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الشعب الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاك الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. إذن وبعد التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي عاشت على وقعه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا باحات المسجد الأقصى ومحيطه، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا عسكريا محكما للأراضي الفلسطينية يتواصل حتى فجر الغد، وذلك بحلول عيد الفصح في وقت تواترت فيه ردود الأفعال العربية والدولية حول ما يجري من تطورات تنذر بحلقة جديدة من العنف في الأراضي الفلسطينية. قلق، إدانات وتحذير، هكذا تفاعل المجتمع الدولي مع التصعيد الخطير الذي تعيش على وقعه الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة القدس، على خلفية الصدامات العنيفة التي جدت في باحة المسجد الأقصى بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في مواجهات هي الأولى من نوعها منذ بدء شهر رمضان، مسفرة عن سقوط أكثر من 150 جريحا، وشن المحتل إثرها حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 400 شاب فلسطيني. وفي هذا السياق وجه المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند دعوة إلى جميع الأطراف بالعمل على احتواء ما يجري، فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على ما وصفته بالوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف. من جانبها حملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المحتل الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة. البرلمان العربي من جهته أكد أن اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان الذي ينادي به المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته، وهو ما يستوجب موقفا دوليا حاسما. وكانت الرئاسة الفلسطينية اعتبرت في بيان صادر عنها أن اقتحام الأقصى هو تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب يكشف حقيقة المحتل ونوايا لفرض سيادته على الأقصى وتقسيمه.
قصفت طائرات حربية روسية مدينة لفيف واستهدفت صواريخها مدينتي كييف وخاركيف اليوم لتنفذ موسكو تهديدها بشن مزيد من الهجمات بعيدة المدى على مدن أوكرانية بعد إغراق البارحة موسكوفو سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود. وفي ماريوبول المحاصرة التي شهدت أعنف قتال في الحرب وأسوأ كارثة إنسانية، واصلت القوات الروسية التقدم الذي أحرزته في الآونة الأخيرة على أمل تعويض فشلها في الاستيلاء على كييف. في جديد الخبر الرياضي، فاز نادي الزهرة الرياضية على النجم الراسي بنتيجة 74 نقطة مقابل 57 في المباراة الثانية التي جمعتهما بعد ظهر اليوم في قاعة الزهرة ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الوطنية لكرة السلة الأولى. كما تغلب الاتحاد المنستيري على الملعب النابلي بنتيجة 80 نقطة مقابل 62، ويتقدم الاتحاد المنستيري والزهرة الرياضية بفوزين لكل منهما على منافسيهما، ويتأهل للدور النهائي الفائز في 3 مباريات من كل مواجهة. تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مضيفي الصيف الجزائري دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وفوت الترجي الرياضي في فرصة تحقيق الانتصار وتعزيز حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي بإضاعة فرص تسجيل واضحة أضاعها خاصة كينغس ليدو ومحمد علي بن رمضان. وفي مباراة ثانية في الإطار نفسه انتصر بيترو أتلتيكو الأنغولي على ساندانونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف. وفي مسابقة كأس رابطة أبطال آسيا لكرة القدم فاز نادي الهلال السعودي على استقلال طاجكستان بهدف دون رد في لقاء أقيم بالرياض ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتحقق هدف المباراة الوحيد عن طريق سلمان الفرج. ونختم النشرة بأخبار المعالم الأثرية والتاريخية، وتأخذنا كاميرا الأخبار هذه المرة إلى قصر الرباط بالمنستير، أحد أكبر الحصون الإسلامية في إفريقيا، اطلع بوظيفة عسكرية دفاعية وأخرى دينية، وشهد توسعات إبان الفترتين الفاطمية والعثمانية، أضحى اليوم مزارا للسياح والعروض الثقافية. وقصر الرباط بالمنستير الذي يعد واحدا من الحصون الإسلامية الممتدة من الإسكندرية إلى طنجة حسب المؤرخين، شيد بأمر من الخليفة العباسي هارون الرشيد على يد هرثمة بن الأعين والي إفريقيا سنة 180 هجرية الموافق لسنة 797 ميلادية لصد الغزو الخارجي عبر البحر بفضل خصائصه المعمارية وبنائه الشاهق المشيد بالحجارة. ونقلت المصادر دوره الدفاعي في حماية مدينة القيروان العاصمة الإسلامية لإفريقية أنذاك. هو في الأساس بناء عسكري فيه جميع مكونات القلاع العسكرية. شهد المعلم عدة توسعات خلال القرنين التاسع والعاشر ميلادي زمن الدولة الفاطمية والعثمانية ليتماشى مع تطور الأسلحة ومنها النارية، فلا تزال منصات المدافع شاهدة على ذلك العصر. وتعددت استخدامات الرباط عبر الزمن، فمن الوظيفة العسكرية والدفاعية إبان تشييده إلى الوظيفة الدينية، حيث ظهرت به حركة المرابطة والتصوف ونجح في استقطاب عديد العلماء كالإمام ابن سحنون. كان مكان قبلة للمرابطين وللزهاد. قصر الرباط بالمنستير اليوم هو فضاء ثقافي وموقع له من الخصائص ما جعل كبار المخرجين يختارونه لتصوير أعمالهم الفنية من أفلام ومسلسلات عالمية ومنها مسلسل ممالك النار، وهو أيضا مزار يتسع لآلاف السياح سنويا. قامت الجمعية بالإشراف المالي والإشراف الإداري على ترميم رباط المنستير مع إشراف تقني لمعهد التراث بتونس، الجيل دحنا وجيل المستقبل وجيل أولادنا. في نفس الوقت هالمعالم الأثرية كان فما إمكانية باش نستغلوها،
في مهرجانات ثقافية كحفلات أو مسرح. I come from Spain, Barcelona. جئت من إسبانيا وبالنسبة لنا هذا معمار مختلف، إنها هندسة فريدة لم نرها من قبل وهي رائعة. Really interesting and we enjoy it a lot. قصر الرباط الذي صنفه الباحثون كأكبر رباط بإفريقية شكل النواة الأولى لنشأة السكان في الفترة الإسلامية، وشهد المعلم أشغال ترميم وصيانة في عديد المناسبات في الفترة المحاصرة حتى يحافظ على رونقه على الدوام. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جهود مكثفة لمحاصرة المحروقات المتسربة من السفينة إكسلو المنكوبة قرب سواحل جابس، ووزيرة البيئة تكشف عن برنامج تدخل متكامل لتجنب التلوث البحري. حركية كبرى في ليالي رمضان ميزتها شراء ملابس العيد وسط الشكاوى وتذمر من غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية. ردود فعل عربية ودولية مستنكرة للتصعيد الخطير في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوات للتهدئة وضبط النفس. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله، وسهرة رمضانية طيبة للجميع.